مع وضعيتكم الصحية. ملا تابعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. عسلامة تونس، عسلامة قروب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. هذه سانتي 5.0، المجازين الوحيدة في تونس. حواراتنا وتحقيقاتنا تكون صحية طبية وعلمية بالأساس، وهو القائل كل معرفة لا تنوع لا يعول عليها. ابن العربي توتسويت سومير. سومير في شيفر سانتي باش نحكي لكم على عدد الاصابات بالبوسفير، عافانا وعافيكم الله، في تونس حسب الارقام الرسميه. هذا موضوعنا بعد بشوي. اجندا سانتي، اهم المواعيد الطبيه والعلميه. واليوم في الدروات سانتي باش نحكي لكم ما معنى الرعايه الصحيه، هذا المفهوم القانوني والدستوري شنو بالضبط، باش يكون موضوعنا بعد بشوي. وما تنساوش مع ظهور سلاله جديده، شنو هي السلاله الجديده، ما معنى سلاله هجينه، وشنو الفرق بينها وبين السابقات لها. الدكتور منجروني باش يكون ضيفنا في زوم سانتي بارتير من 11 غير بو. سينو في ساعتنا الثانية من 11 حتى نص نهار في ألو دكتور باش نحكيو على المصرنة الزايدة. الزايدة الدودية أو المصرنة الزايدة بالعامية عند التوانسة، الإصابة بها تنجم تجي عند الصغار والكبار. أما شنية الأعراض متاحة، وقتاش التدخل الجراحي واللي لازم، هذا وأكثر أسئلة جاوبنا عليها الدكتور الجراح سفيان عبد الكافي، رئيس قسم جراحة النساء والرجال بالمستشفى الجامعي ابن الجزار، من 11 نص نهار في ألو دكتور. كلمونا على 70 035 120. مار حيم، صحتك بالدنيا. صحتكم بالدنيا، هذا في ساعتنا الثانية. أهلا وسهلا بكم الناس الكل من توا حتى النص نهار. نشكركم لحسن اختياركم الإذاعة الأولى المختصة في الصحة. يا عسل عند سيف زيتون، صباحكم دجلة وحليب، صباحكم عسل على راديو الحياة فام. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، انتم في الاستماع للإذاعة الأولى المختصة في الصحة. الزائدة الدودية وإلى المصرنة الزائدة كما نعرفها، وجايعة كبيرة وتدخل جراحي في الوقت بكيش يكون عنده مضاعفات كبيرة، هذا باش يكون موضوعنا بعد بشوية في ألو دكتور. الزايدة الدودية أو المصرنة الزايدة بالعامية عند التوانسة، الإصابة بها تنجم تجي عند الصغار والكبار. أما شنية الأعراض متاحة، وقتاش التدخل الجراحي واللي لازم، هذا وأكثر أسئلة جاوبنا عليها الدكتور الجراح سفيان عبد الكافي، رئيس قسم جراحة النساء والرجال بالمستشفى الجامعي ابن الجزار، من 11 نص نهار في ألو دكتور. كلمونا على 70 035 120. مار حيم، صحتك بالدنيا. 259 حالة إصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي صنف A البوسفير، عافانا وعافيكم الله، في 2020. هذا اليوم في شيفر سانتي. شيفر سانتي، وين تراجع عدد حالة الإصابة بالفيروس التهاب الكبد الفيروسي صنف A في تونس المبلغ عنها لسنة 2020 إلى حدود 259 حالة مقابل 600 و1294 حالة سجلت في سنة 2019 و2018 حسب إحصائيات إدارة رعاية الصحة الأساسية، مع أعلان انطلاق إدراج التلقيح ضد الالتهاب الكبد الفيروسي صنف A في الرزنامة الوطنية للتلقيح بكامل مراكز الرعاية الصحية بصفة مجانية باستثناء جرعة واحدة من اللقاح لجميع أطفال الرضع من سن 12 شهر بداية هذا من 30 نوفمبر لسنة 2021. وشهدت تونس حسب ملف إعلامي صادر عن إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تفشي حالات الكبد الفيروسي الحاد لسنة 2017 بعد ما سجلت 2420 حالة و6 وفيات، بعد ما تم تسجيل 1476 حالة و5 وفيات لسنة 2016. 259 حالة إصابة بالهيباتيت اللي هي البوسفير، عافانا وعافاكم الله، لسنة 2020. هذا كان شيفر سانتي بالنسبة لي اليوم. أهلا وسهلا بكم، باش نجاوبكم على سؤال طرحته الناس الكل، شنية السلالة الجديدة، سلالة هجينة، ما معنى هجينة بفيروس كورونا؟ هذا وأكثر يضربنا عليه بعد شوية ضيفنا وعضو اللجنة العلمية لمكافحة وباء الكورونا. ما بتتخيل سانتي 5.0. وجايعة كبيرة برشا واختيرة برشا، وتوصل حتى لعملية شقان هكا اللي يقولوا له بالعامية، جرائر المصرنة الزايدة شنية، وهذا وأكثر باش يكون موضوعنا اليوم مع الدكتور سفيان عبد الكافي.
الزايدة الدودية أو المصران الزايدة بالعامية عند التوينسة، الإصابة بها تنجم تجي عند الصغار والكبار. أما شنية الأعراض متاحة؟ وقتش التدخل الجراحي واللي لازم؟ هذا وأكثر أسئلة جاوبنا عليها الدكتور الجراح سفيان عبد الكيفي، رئيس قسم جراحة النساء والرجال بالمستشفى الجامعي ابن الجزار، من 11:30 نهار في ألو دكتور. كلمونا على 70-035-120. مرحيم صحتك بالدنيا. باش نحكي لكم زيد على رونديفو من 5 حتى 8 ماي بأحد نزل الخاصة بجربة تحت عنوان الانسوفيزانس كاردياك. توت سويت في الاجندة سانتي. اجندة سانتي. Il y aura des sessions innovantes où des experts nationaux et internationaux هذا من تنظيم الأميكال دي كارديولوج شيرجيان كارديوفاسكولير بصفاقس الأميكال متاحهم من 5 حتى 8 ماي 2022 بأحد النزل الخاصة بجربة. هذا كل يوم هل يوغا زادة لسيسيون دوما من 11 حتى نص نهار ونص. وين تلقاو الانتجراليتي البروغرام؟ شكونوا من الانفيتي؟ شنو ماليتيم؟ أكثر التفاصيل تلقاو اليوم تاعو على الباج أوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة فام إذاعة القيرة وين للصحة. هذا فيما يخص الليسيسيون اللي بش يكونوا من 5 حتى 8 ماي 2022 من تنظيم الأميكال دي كارديولوج شيرجيان كارديوفاسكولير بصفاقس من 5 حتى 8 ماي 2022. كانت هذه أجندة سانتي بالنسبة لليوم. توت سويت الفلاش انفو مع سوار بن حميد 10:30. بعد شوية شنية السلالة الجديدة للكورونا؟ هذا بش يكون موضوعنا بعد بشوية. هلا هلال سيدي رمضان صوت المدفع. صباح اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل على راديو الحياة تافا. سونتي 5.0. ما هي مضاعفات المسرانة الزايدة الزايدة الدودية؟ هذا هو باش يكون موضوعنا اليوم في ألو دكتور. ضيفنا اليوم رئيس قسم جراحة النساء والرجال بالمستشفى الجامعي ابن جزر. الزايدة الدودية أو المسرانة الزايدة بالعامية عند التوينسة، الإصابة بها تنجم تجي عند الصغار والكبار. أما شنية الأعراض متاحة؟ وقتش التدخل الجراحي واللي لازم؟ هذا وأكثر أسئلة جاوبنا عليها الدكتور الجراح سفيان عبد الكيفي، رئيس قسم جراحة النساء والرجال بالمستشفى الجامعي ابن الجزار، من 11:30 نهار في ألو دكتور. كلمونا على 70-035-120. مرحيم صحتك بالدنيا. هذا موضوعنا بعد بشوية. ما هي الفوائد الصيام؟ هذه في دراسات علمية المنشورة في كلينيكال انترنيشنال بش يكون موضوعنا توت سويت في كواد نوف سانتي. كواد نوف سانتي. الأشخاص اللي ينقدوا في الأطباء المدافعين عن فوائد الصيام، هذا موقع استخلاصه في مراجعة المنشورات العلمية حول فوائد الصوم لدى مرضى السرطان أثناء تلقي العلاج وصادرة في مجلات الصحية. فإنه الصيام شد عندكم يا جماعة، الصيام يقلل من الأثار الجانبية للعلاج الكيميائي للسرطان، الصيام يقطع عملية التمثيل الغذائي في خلايا السرطانية، الصيام يعزز إصلاح الحمض النووي بعد المعالجة الكيميائية في الخلايا الطبيعية، ويحفظ الصيام البرامة الذاتية في كل من الخلايا السليمة والسرطانية، الصيام يحسس الخلية السرطانية بالموت المبرمج بينما يحمي الخلية الطبيعية من هذا الموت، والصيام يسمح للخلية المناعية بالتعرف على الخلية الخبيثة، ويعزز الصيام تراكم البروتينات الغير المطوية، والصيام يحاكي النظام الغذائي ويمثل نهج جديد في علاج السرطان. هذه وأكثر المزايا متاعو تلقاها شوية أخرى على الباج وفي سيل فيسبوك لراديو الحياة تفهم. هذه كانت معكم كواد نوف سانتي، أهلا وسهلا بكم ناس الكل على راديو الحياة تفهم. شنية السوش الجديدة اللي تم اكتشافها فيما يخص الكورونا؟ موضوع دقيقة بعد 10 متاع الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ناس الكل في إذاعة القيرة وين للصح. سانتي 5.0. الزائدة الدودية وإلى المسرانة الزائدة كما نعرفها بالعامية، الأسباب الأعراض كيفية العلاج والوقاية، هذا موضوعنا بعد شوية في ألو دكتور. الزايدة الدودية أو المسرانة الزايدة بالعامية عند التوينسة، الإصابة بها تنجم تجي عند الصغار والكبار. أما شنية الأعراض متاحة؟ وقتش التدخل الجراحي واللي لازم؟ هذا وأكثر أسئلة جاوبنا عليها الدكتور الجراح سفيان عبد الكيفي، رئيس قسم جراحة النساء والرجال بالمستشفى الجامعي ابن الجزار، من 11:30 نهار في ألو دكتور. كلمونا على 70-035-120. مرحيم صحتك بالدنيا. صحتكم بالدنيا.
شنو حكيت الاكتشاف الجديد انه نحكيه على ظهور سلالة جديدة من الكورونا في العالم؟ هذا واكثر بشي يكون موضوعنا اليوم وحوارنا مع الدكتور محجوب العوني، عضو اللجنة العلمية واستاذ في علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير. زوم سانتي. دكتور اهلا وسهلا. صباح الخير. اهلا وسهلا، مرحبا، نشكرك على تدخلك معنا. تركيبة مزدوجة بين أوميكرون B1 وأوميكرون BE2، هذا الفكرة الأساسية اللي عند التوانسة. شنو هي السلالة الجديدة دكتور؟ هو الحدث هذا والفينومين، معناتها الشيء اللي يحدث ما بين الفيروسات يتطلب معرفة دقيقة بكيفية التضاعف متاعه. الفيروس وقت اللي يدخل الخلية يتضاعف، وفي التضاعف متاعه يحدث عديد الجزيئات اللي يكونوا فيما بعد الفيروس اللي يخرج من الخلية ويصيب خلايا أخرى. عندما تصاب الخلية بزوز فيروسات أو أكثر، فالعملية التكاثرية داخل الخلية تنتج عنها بعض المزج أو الخلط ما بين المكونات للمورث الجيني لهذه الجزيئات الفيروسية المستخرج فيما بعد من الخلية. غالبا تكون الخلية تصاب بنوع واحد من الفيروسات، وبالتالي يكون الفيروس المستخرج هو ابن الفيروس الأصلي ومتشابه في عديد المواصفات. وقت يكونوا اثنين يقع معناتها خلط ما بين المكونات وتنتج عنها ديزبريد ولا دي ركومبينو. دي ركومبينو في غالب الأحداث ما ينجحش، ما عندوش المواصفات الكافية ليصبح فيروس قادر بإصابة خلايا من جديد. لكن في بعض الحالات وهي نادرة جدا ينتج منها ركومبينو عنده كل المواصفات كيما الفيروس الأم ويصبح قادر باش يصيب الخلايا. هذا ما حدث في عديد الحالات اللي معروفة في العلوم الفيروسية والعلوم الأساسية أحداث الريكومبينون. نعرف نحن ديجا سبق قبل وحكينا على دلتا كرون، والدلتا كرون هو عبارة على مزج ما بين إصابة الخلية بالدلتا وفي نفس الوقت بالأوميكرون، انتج عنها طيف جيني سميناها ليبوك دلتا كرون، وهو في حقيقة الأمر علميا خذاء التسمية XD، وهو الآن تحت الدراسة العلمية الأساسية، معناتها خارج عن نطاق الدراسات الأوبية وعلى السريرية. في أواخر شهر في تقريب 19 جانفي 2022، إنجلترا أحد مخابر في إنجلترا يقول رأوا ثم إبريد، ثم ركومبينو ما بين زوز فروع من الأوميكرون، الأوميكرون BA1 والأوميكرون BA2، أصابوا نفس السليل وخلقوا ما بيناتهم أن ركومبينو سميناه XE. هذا التواجد حاليا من وقتها بنسب ضئيلة، لكن في آخر الأمر ولا متواجد نسبة هامة، ما هيش هي مسيطرة، لكن موجود في عدد يقارب 630 حالة في إنجلترا هي تحت الدرس، وهم اللي نشروا الأخبار هذه. كذلك علمة الهند اللي هي عندها القط نفس المواصفات ونفس الطفرات اللي عند السوش أو الفاريون أونتر جيمي جديد. كذلك في كندا يا دجور علموا اللي هما زاد القو، وكل دولة اللي عندها الاعتمادات وعندها وسائل التقنية متطورة وعندها خاصة امكانيات مادية تعمل دراسة التقطيع الجيني كامل للعينات المشبوه فيها وتبحث على الطفرات الخاصة بهم. إذن الحالة هذه أنا انشرتها من الجانب العلمي للمتابعة للفيروسات وتطورهم، هذا اختصاصي، وبالتالي نتابع في كل حالة يقع نشرها ومتابعتها وخاصياتها البيولوجية. إذا ما هوش معناتها ناخدوه بالجانب اللي هي عينة
أو هي سلالة مخترة وعندها بعض معناتها السلبيات أو الخلفيات السريرية. الواحد الدراسات ما زالت في إنجلترا تحت الدرس يقولوا اللي هو ديجا عنده نفس الأعراض اللي يعطيها البيعة والبيعة هو نفس ما عندوش نفس أخطر منهم على القدرة المرضية لكن أسرع منهم شوية بنسبة 9.8% انتشار مع ظهور بعض نفس الأعراض كيما الموجودين معناتها دكتورة بنفس الأعراض ما فماش حاجة خاصة أخرى من الجانب الكلينيكي. يبقى اللي بعض الأسئلة يقول لك شنو تفاعله مع التلقيح. أنا نقول بالنسبة للتلقيح هو عنده نفس الفون معناتها عنده نفس السكلات جينيتيك متاع القبل عنده طفرات خاصة به وبالتالي في نفس المادة الأساسية المكونة للأوميكرون بي آن بي دو والإي والإكس تقريبا. إذن التلقيح عنده نفس الفاعلية اللي معروفة عند البي آن والبي دو وخاصة اللي نعرفه اللي أخيرا معناته وقع تراجع كبير عدد المواطنين على التلقيح فمن إطار التوصية أن يكون الاحتياط واجب ونتبع كل ما هو خاص بهذا الفيروس لأنه يخاتل الإنسان وينجم في فترة معينة في وقت معين يصبح بكميات غير قادر لمتابعتها وبالتالي احنا نوصي الناس باش رغم تدني كل المؤشرات المعتمدة لتقييم الوضع اللي هي هبطت إلى أدنى مستوياتها وهذا شيء محمود ويطمن ويخلينا في أكثر أريحية لمتابعة يا مزيدة دكتور كان تسمح لي الحديث على موجة قادمة في شهر ميت أو دكتور نس الكل هذه المعلومات اللي لا هذيك معناتها مربوطة بمدى تعاملنا مع النداء اللي يقع للناس اللي فاتت من فترة التلقيح متاعهم أكثر من 4 شهور و5 وبالتالي مش يصبح عندنا نسبة كبيرة من المواطنين اللي هم المناعة متاعهم تقلصت وخاصة كبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة ونعرفوا الفئة هذه إذا كان مخدوش التلقيح المدعمة أو الجرعة اللي نعرفوها التعزيزية مش يبقوا عرضة لأي إصابة أخرى من جديد ولو حتى من الفيروسات الفارطة إذا كانت ما زالت متواجدة وهذا يخلينا نخافوا خاصة على الحالات الصعبة وعند كبار السن والوفيات اللي هي خاصة تهم الناس اللي نقصت مناعتهم وكبار السن دكتور 65 فما فوق دكتور معناتها خلينا نسهل على السادة المستمعين دونك نحكيوا على السلالة هجينة الغوكومبينو هذايا هو نتاج لامتزاج زوز فيروسات يتفرعوا على الفيروس الأصلي اللي هو الكورونا وعملية هذية يصيب معناتها زوز الفيروسات هذوما يصيبوا نفس الخلية عند المريض الواحد وفي لحظة دقيقة ويحدث نسخ متماثل ينتج عنده تغيير في المادة الوراثية هذا بصفة سهلة هكا معناتها اللي نحكيوا عليها السلالة الهجينة هذه الجديدة دكتور معناتها هذا بالضبط هذا هو التبسيط اللازم نشره وما عدنا ما فماش نية الفزع سلالة جديدة والرجوع إلى الحالات المهمة لكن الحذر مطلوب لأن الفيروس وقت اللي يلقى معناتها انفيرونمون فابورابل ينجم في اي وقت يصبح من جديد قابل والتلقيح فعال وامن دكتوره هذا ديما اكدوا عليه والتلقيح بالنسبه لي نفس التفاعل كيما البي ان والبي دو اللي عرفناه في الاوميكرون ونعرفوا اللي هذه حتى نقصة الفاعليه نتاعها تبقى ضروريه لتفادي الحالات الصعبه
والوفيات، هذا ما أثبتته الدراسات العلمية. الأستاذ في علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنسير وعضو اللجنة العلمية دكتور محجوب العوني، أنجرو ميرسي لتدخلك معنا على راديو الحياة تفاهم لانتجراليتي للانترفيو تلقاه شوية أخرى على الباج وفيسيل فيسبوك. مكملين معاكم حتى النص النهار، بعد شوية بشحكيو على زائدة الدودية المصرانة. لخشينا ليش كيفاش شنو لازمنا نعرفه هذا وأكثر، موضوعنا بعد بشوي. خمسة دقائق بعد الحديث، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في ساعتكم الثانية المصرنة الزايدة. هذا هو بش يكون موضوعنا اليوم، الزايدة الدودية اللي نعرفوها بالعربية الفصحى، شنو الأعراض متاعها، كيفية العلاج والوقاية، هذا وأكثر في الو دكتور. الزايدة الدودية أو المصرنة الزايدة بالعامية عند التوينسة، الإصابة بها تنجم تجي عند الصغار والكبار، أما شنية الأعراض متاحة، وقتش التدخل الجراحي واللي لازم، هذا وأكثر أسئلة جاوبنا عليها الدكتور الجراح سفيان عبد الكيفي رئيس قسم جراحة النساء والرجال بالمستشفى الجامعي ابن الجزار من 11 ونص نهار في ألو دكتور. كلمونا على 70 035 120. مرحيم صحتك بالدنيا دكتور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ان جرو ميرسي الحقيقه اللي عطيتنا من وقتك اليوم باش نكون حاضر بحضنا 50 دقيقه باش نكونوا حديثنا معك حول الزايده الدوديه والا المصرنه الزايده. دكتور شنو بالضبط خلينا نقول بالعاميه المصرنه الزايده دكتور؟ شكرا حيم وشكرا كل فريق الحياه تفهم على الاستضافه، وشكرا لكل المستمعات والمستمعين. الوغ نعرفوا به شنو هي دونك لابانديسيت ايغو، الالتهاب الزائده، هو التهاب يصيب الزائده الدوديه، والزائده الدوديه هي جراب كيما الصبع هكاش بالصبع يبدا لاصق في الكولون، الكولون الايمن، يقع الالتهاب نتاعو. هو يقع في البارتي اللوطانيه اللي على اليمين في العضل، هذا هو اللي نبداو حقيقه، فما تغيرات نحكيو عليهم شويه من بعد، ويقع البطن الوجع تبدا من غادي، ولا قدر الله معناها كانت تتفاق الامور تتصرف معناها كما نقولوا بارتي تحت السره، وحتى لا قدر الله بيان سور تتفشل في البطن كامل. دونك الالتهاب هذا حاد، التهاب حاد ابانديسيت ايغو بالحاد، مش نحكيو احنا بطبيعتنا على الحاد دكتور. ايوه دكتور، دونك الطول نتاعها حكيت 10 سنتي تقريبا، هو فما طول تنجم تكون 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر جوسكا تقريبا ماكسيموم 10 سنتيمترات، وكل واحد وخليقه معناها ما فيهش معنى، اما الصغيره القصيره تمرض والطويله ايفونتيمون تنجم تمرض، معناها ما فماش حتى علاقه بالطول ولا المرض هذا، معناها فما حتى اشكاليه. اسكو صحيح انه جينيرالمون اكثر ناس عرضه لل معناتها للمصرنه الزايده هذه اللي عمره ما بين 10 و 30 سنه تقريبا، هو تقعد باثولوجي معناها مرض يقعد معناها اقل من 45 عام، نديهم من 5 سنين 45 عام هو اكثر الفريكونس، لكن نقول لابانديسيت نجم في كل معناها نساء او رجال، اطفال معناها ذكور او اناث، كهول معناها كل ما تمس في اي وقت، حتى عمره 90 سنه تنجم تجي في اي وقت، معناها الاسباب نتاعها نحكيو عليها شويه. المصرنه الزايده هو باش يكون موضوعنا، تكلمونا على 70 035 120. صحيح انه تبدا وجايه ساعات قليله ومن بعد تولي الاولوجيه عوجيه، معناتها ما عادش نجم، معناتها ما تعطيكش قبل حتى بعض المؤشرات دكتوره. فما دي بروغرام كيما نقولوا بعض المؤشرات، اما هي ناخذوا السيمبتوم معناها العارض الاول، معناها العارض الاول هو الوجع، لا دولار ابدومينال، معناها الوجع في البطن، انها تكون في الجانب الاسفل الايمن، هذا كي تكون مصنعه زايده والقولون في بلاست، وهذا في العامه وتمشي وتنتشر، لكن فما بعض الاعراض تخلينا نخمو فيها. فما الوجع في البطن، تعرف الوجع في البطن تنجم تكون اي حاجه، البطن فيه كثير من الامعاء، فيه بوكو دورغان، دونك اي حاجه تنجم كيما نقولوا تشابه المصنعه زايده. لكن عندنا معنى الاعراض اللي هما ليسونسييل، هما تبدا بالام تنجم تكون مثلا في عود على اليمين وعلى اليمين لوطا، وتنجم تبدا اوتور دو لومبيليك، تبدا حدا السره، تبدا الوجع ولا حتى فم المعده هكا، لكن بعد سوايع ساعتين ساعه ونص ثلاثه سوايع تمشي فريمون تتركز الوجع، يولي الانسان يحس به، خاطر معناها الاحساس يفترق ما بين العبد والعبد، ما بين الكبير ما بين الصغير، دونك الاحساس ديما راهي من الاولى نقولوا ديما تغلط شويه حتى
المريض. وبيان سور فما الغثيان، فما الردان موجود، فما قله الشهيه، قله الشهيه موجوده. وكما مثلا كي يكح الواحد تحس بدا يكح، فما تحس فما وجع، ولا كيعمل انيفور مجهود بدني يحس وجع. هذه وقت المسألة. اما راهي هي دور الامور معناها في بعض بضعة ساعات، نحكي على 6 8 سوايع ماكسيموم ماكسيموم. اما الاكثريه السوايع الاولى راهم لي 2 3 بروميير زور تبدا الامور تتضح. نجم واحد كان يجي في الليل يستنى شويه الصباح يزيد يفهم روحه شويه، او يمشي يعدي عند الطبيب بيان سور، خاطر دوما كلهم معناها ماذا بينا ننتبهوا للوجع هذه، ما نطيحوش من قيمتها، ما نهولوش، ما نطيحوش من قيمتها، لكن ماذا بينا تكون امور علميه مضبوطه معناها. نجم ما نهولوش برشا متفاهمين، ما نعرف المضاعفات نتاعها، كما يكونش عندكم تدخل جراحي بين 48 و 72 ساعه ما لازمش تفوت، ما لازمش تفوت معناتها نهارين ثلاثه ايام. لا لا 72 ساعه برشا، معناها 72 ساعه هذا اذا معناها وخرنا في الدياجنوستيك، والا مثلا المصرنه الزايده هو الفين تشالنج معناها، فما كما نقولوا الصعوبه نتاعها انها المصرنه الزايده نرجعوا لها عن البلاصه نتاعها تبدا ماشي بقعدها بحكم الطول، مثلا حكم الطول تبدا 10 سنتي تنجم تمشي حتى شيرة اللي صار حتى وسط البطن تنجم تجي من تالي. معناها خلقي، هذه امور اناتوميه معناها تكون خلقه، معناها تنجم تكون كيما نقولوا اورال مثلا، معناها فما 5 و 6 بوزيسيون اللي يخلي حتى الطبيب ما يخممش فيها من الاول. اما لكن فما معناها كشوفات، فما اعراض نجم نخمموا فيها. اما لكن 72 ساعه بوغ ابانتيت برشا، نقعدوا في ال 24 ساعه الاولى ماكسيموم، معناها هو الايديال معناها باش ما نوصلوش لي كومبليكاسيون معناها المضاعفات. باهي تو في الاعراض الالتهاب زائدة الدودية الحادة، ديما نحكي راني على الحاد، نجم نفرق انا في الاعراض بين الصغار مش عندهم كيما الكبار دكتور ولا كيف؟ فما الاعراض عند ليزاج اكستريم معناها عند الصغار وعند الكبار، معناها المتقدمين في السن راهم ما يكونش التشخيص حتى الصغار. اي حاجه نجم نخمم تكون انجين، نجم يكون التهاب هذا ولسيس في الامعاء ولا حاجه يشبه ياسر المصرنه الزايده او بالعكس، لكن هو التشخيص معناها لازم يكون معناها طبيب واعي باش معناها يسال مليح سوتو لانتروغاتوار، نسالو المريض شنو اللي صار بالضبط ويقع فحص، وفما فحوصات فما تكميليت نحكيو عليها هذه نعملو. اما لكن الاعراض عند الصغير ينجم تكون جوست ما يقولكش الوجع ما يشكيلكش، يقول لك راه مثلا ما تحسو ما عادش حب ياكل، انت الصغير اما ما عادش حب ياكل معناها قام الصباح مش هو، مش معناها نتاع ما حبش ياكل نتاع جمعه جمعتين ولا حاجه، معناها قلت الشيء. وبالنسبه للكبار بيان سور الاحساس يكون ديفيرون، ينجم كيما نقول نجم يكون قد الشهية ولا الانتفاخ في البطن، حاجه ما تجيش البنا من الاول، فهمت؟ هذا هو خلينا نمشي شويه للكبار دكتور، وخلينا نعطيك بعض الاعراض. هل هي الاعراض الخاصه بالزائده الدودي؟ قلت لي من الاول خلينا نعاود نذكره، نقدر نحكيو على وجهه في اسفل الكرش، اسفل الكرش في الشير اليمين، على اليمين متوقع هذه جينيرال مون اغلب يوم هذا 90% الوجع تبدا كيك واضح. نحكيو على ردين ويحب يرد قي، اي فقدان الغثيان والقي معناها يبدا يتباوع مش يرد مش متقلق. نحكيو على معناتها بلم انتفاخ البطن، فما انتفاخ البطن موجود تعطي انتفاخ البطن معناه معين، فما انتفاخ، وفما خاصة زاد الانتفاخ البطن الحاجة اللي تخوفنا معاه في الحكاية دي هو فما ارتفاع درجة الحرارة، معناها كي نقيسوا درجة الحرارة هذا ما عندي، ما ننصحوا المواطنين يبدا عندهم ديما ترمومتر في الدار محرار نقيسوا به، انهم تكون تمبراتور ماشي عالية برشا، مش 40 39 38.5 37.8 اوتور طالعة شوية، دونك هذوما مع الانتفاخ مع وجع في البطن تخلي كيما نقولوا هذوما ماذا بيه سي دي سين دالارم، ماذا بيه واحد معناها ما يبتعش بهم ويمشي اي تبي بيشوفوا معناها هذا معناها من الريسور اي تبي. اي سورتو ما تاخذوش الدواء وحدكم خاطر معناتك قلقتك عندك شوية وجع وشوية سخانة راك تعقد الامور برشا من بعد تفهم المضاعفات شنيا دكتور. هذا مساج لازم نعديوه معناها لوتو ميديكاسيون، انه واحد يمشي معناها للصيدلية او اللي عنده صيدلية في دار اخذ دواء مثلا مسكن الوجاع ولا يطيح سخانه يقول اصلا حسيت روحي بشويه سخانه متزيلف هكا، يمشي ياخذ دواء وحده بتلقى نفسه يغطي لي سيمبتوم ويطول الحكايه. دونك نوصلوا من بعد 72 ساعه وقت ولا معناها اونكور بيغ، هو ياخذ دي زانتيبيوتيك وحده ومش يعطي انتيبيوتيك، معناها نخموا في حاجه اخرى نشخصوها يسوفي تعدى التشخيص ولقينا حاجه اخرى 1000 حاجه تنجم تكون مثلا زايده تشبه مثلا زايده. دونك هذا هو قرب برشا تشالنج، فما تشالنج كبير في التشخيص نتاعها. عند الصغار دكتور نحكيو على من الاعراض تصلب في عضلات جدار البطن معناتها. تصلب هو تصلب سكون ابل اون ديفونس، تصلب ما يخليكش تمسه،
هو صغير هو لهنا معناها الاكزامان ديما صعيب ولي بيدياتر ديما نشكرهم خاطر معناها عندهم الفاسون اللي يشوفوا بها الصغار. نحن لو ميساج نقولوا للطلبه نتاعنا ما تمشيش للزون هذيك الفاسيه، تبدا تدور هكا بالبطن، تدور على اليسار على اليمين، تحاول كيما نقولوا تطف طفل كيما تاخذ كيما نقولوا ثقته فوالا يستانس بيك ولا يستانس فوالا هكا دف يديك وتشوف باش تبع البلاصه. خاطر اذا في نزلت عليها ما عادش يخليك تمس ونجم يغلطك ونجم تحس اما الاندفاع سكون ابل اون دولور على البالباسيون معناها دولور كي نمس هكا فما وجع وفما لا ديفونس تحسك ليابس وفما الكونتراكتور هذه القدره معناها كيما كي القدره تفلقت ولا حاجه تولي كونتراكتور سكون ابل نبدو من دبوا تبدا يبس الكرش وقتها تبلو يبدا واضح برشا اللي هو فما معناها التهاب وتعفن في الصفاق هذا عنده بعض اعراض الجفاف معناتها هذا زاد موجود عند الصغار. اش معناها اعراض الجفاف على الاقل الام اللي قاعده تسمع فيا ولا واش معناها دكتور الجفاف معناها اذا الحاله معناها تورت الحكايه تورت مع ديزيدراتاسيون الجفاف هذا اذا حاله تورت معناها يولي مع طفل سكون ثالثيام سيكتور فما قلق اللي فما معناها كيما نقول قدره قيح في الكرش نتاعو دونك هذا يخوف ياسر معناها ماذا بينا. اما شنو ديما لم تعرف تبع صغيرها ديك فما اعراض نتبعوا تتبعوا بشوي حتى شيء معناها وبالطبيعه اي قلق ما كيما نقولوا فات 6 8 اسابيع ما تفوتش بيه تمشي بيه لله. اما الدياغنوستيك وعند لا بيرسون اجي المتقدم في السن معنا النجم هذا التصلب مش موجود بحكم معنا العمر بحكم الاحساس معنا سينورولوجيك انه ينقص تحس تقول والله ها ذي البطن ما تخوفش لكن ديما فما اعراض. هو شنو كيما سكور فمش كون عمو ديسكور لا بانديسيت عمو ديسكور نقولوا تاعو. اما لكن فما كشوفات اخرى فما خبره فما ان واحد ما يحيرش معناها يمشي طبيب وطن معناها نشخصوا لهذا في اقرب وقت. دكتور خلينا نعاود نفهم انا حاجه اخرى وهذه حكينا احنا على الاعراض شنو هو الدور نتاعها هي الزائده الدوديه في وسط الجهاز كامل بقى. هو الى حد الان لحد 2022 ما نعرفوش بالضبط لو رول اسانسييل نتاعها. باش يقولوا تدخل في المناعه خاصه عند الصغار ناس تقول تدخل فيها البكتيريا خاطر ما تعرف البكتيريا الباهيه والخايبه. البكتيريا الباهيه انا تكون موجوده فيها هي ومن بعد كيما نقولوا تمشي معناها لا كولونيزاسيون تاعها نتاع القولون بالبكتيريا الباهيه اللي تعاون على الهضم وكل شيء. لكن الى حد الان ما عندناش دونك نحن شنو نقولوا فماش مضاعفات كي نحيوها ما ريناش فما مضاعفات كي نحيو لابانديسيت على المناعه ولا حاجه ما فماش معناها حتى عند الصغير دونك نجم نعيش انا من غير مسرنه زي بالطبع. لا بالطبع فما حتى اشكاليه معناها ما سكتر ما فما حتى اشكاليه انا مسرنه زي تكون نحيه نعيشوا بها. المهم معناها نحيناها نكونوا معنا عن علاش نحيناها وتفادينا انا التدفق اني اليوم نحي المسرنه زايده ماهوش اجراء وقائي مش كنت لاباس عليا انا لاباس ما مرضتش بها قلت خلينا نجي نحي الا ما نمرض بها باش تتنحى اكزاكتومون. هو كان فما خاطر العمليه الجراحيه ما تعرف عندها لي كومبليكاسيون تاعها عندها ديكاسيون فما في التاريخ اللي نذكرها نحن في المارين قبل مارين مارشاند وفي المارين ميليتير يجي يقيد في المارين هذا قبل معناها في حتى قبل الستينات والخمسينات يقيد يمشي برا نحي مسرنه زايده جاو يشوفوا معناها بالاحصاء وعلميا لان لي كومبليكاسيون اللي صاروا بالتنحيه بروفيلاكتيك هذه الوقائيه كانت معناها نسبيا كارثه على دونك ما نحيناها ما عادش نستعملوها دونك تمرض نحاها وكاو. نعاود نذكركم ان ضيفنا اليوم دكتور سفيان عبد الكافي رئيس قسم جراحه النساء والرجال بالمستشفى الجامعي بابنه جزاء. دونك تصير لي هالمشكل في المسرنه الزايده نتاعي على اثر انسداد في الزائده الدوديه هذه. الانسداد هذا ينجم يكون يا اما بكتيريا والا جراء شنو كيما قلت. هو فوالا الانسداد هو فما كيما نقولوا سقف المسرنه الخشين معناها فما كيما نقولوا باقي قشور باقي قلوب لكن فما حاجات فما تصلب معناها الماء الخشين تصلب وهي كما فيها ثقب هو كي جراء فيه ثقب تقع انسداد وكي تقع انسداد البكتيريا تتكون في الجراب هذاك معناها كما تعرف كما الدماله تصير البرة تصير في البطن. هذا فما معناها الاكثرين نلقاوها نحن في العمليه نلقاو نوع من الاستيركوليتيس تسمى هذا كما التصلب هو الاوساخ وفما زاد معناها بصفه قليله لكن ما نخوفوش فما نوع من ديدان يعمل شيء لوكسيروز نجموا نلقاو دونك حاجه ميكانيك هي معناها الاكثريه. وفما نوع من الاورام صغيره زاد نجم تكون هي اللي تسدد هي خاطر الابانديسيس يكون محلول معناها يكون يكومونيك مع الكولون معناها ديما اما فما انسداد تقع وقتها دونك اذا تسدت المسرنه الزايده تبدا تتنفخ الى قدره توصل المرحله اللي معناتها تنفجر معناتها ويتسيب الكل في البدن وقتها تولي زاد اخطر تولي مشكله معناها هو كي تنفخ معناها بلوزور سيناريو معناها
الاكثر السيناريو اللي خوفنا انها تتفلق ديريكتومون ويتسيبك القيح هذاك، معناها الماده هذيك تتسيب في الكرش وتدور على الكرش كامل ويتعفن في البطن كامل، والا كيما يقولوا تقع البطن معناها الجهاز المناعه يقع بحكم صار دايرين بها كل شيء، يقع كيما التصلب داير بها وتولي كيما ابسي، معناها هذا كما انابسي تولي معناها انابسي اللي كيما يقول نوع من الدفاع، خاطر عباد تو عشنا الاف السنين وما عملناش، خاطر اول مصنع زادت نحاد فعليا هي 1735 يظهر لي، دونك من قبل دونك يعمل الدماله هذه ومن بعد يبرى بشوي بشوي، هذا ما غير دويات ما غير انتيبيوتيك نحكيو 300 سنه تالي ما سي با الكا تو برشا دويات وبخاصه بالتدخل. دونك من الاسباب نتاعها كيما قلت لي دكتور تنجم تكون بعض الاورام، بعض الاورام نعم هو نجم يكون ورم بحذا ولا تكون ورم في المصانه زيد، وهذا ديما نقولوه اش معناها بحذا واش معناها بحذا الورم يكون في الكولون، اي ما تعرفوا الورم الكونسير دو كولون نجم يكون في البارتي هذيك الدروات ينجم يقع انسداد ونحن في بالنا المصانه زايده ولا وتكون ورم يشبه المصانه زايده ونحلوا نلقاو وقتها فما اللي هو ورم ماهيش مصانه زايد، ولا في 1% و 0.8% يكون كل على كل أبنديس نحيو معنا كل مثلا زاد نحيوها نلقاو فيها ورم، هذاك علاش نحن ديما نبعثوها للتحليل، هذاك تحليل الخلايا حتى كي تنحيوها نحيوها ما حتى كنت تظهر لك سليمه ديما نبعثها كيما المراره كيف معناها ديما هذا احتياط، خاطر علميا 1% منها تنجم تكون لا قدر فيها ورم، الورم هذا لكن معناها فما 50 اكثر من 80% انه تنحيد المصانه زايده تكون قضينا على الورم ما فماش عمليه، اما لكن فما في حالات نفيقوا التشخيص للاستئصال ما كانش كامل وتسينا وقتها نعملوا فما تحاليل نعملوها فما تصاور تصوير مصانه الخشين فما سكانير نعملوه من بعد باش نعرف يقع استئصال، لكن هذه حالات نادره معناها حالات نادره جدا معناها تقريبا 1% 0.8% من ليزابانديسيت اللي نحيهم الكل تقريبا، علاش احنا ديما ناخذوا التليفون للمريض ونكلم معناها نكلموه يرجع للعياده الخارجيه دوب ما يجي التحليل نتاعو باش نقولوا راه امورك باهيه فما، وبيان سور كفما حاجه معناها فما استفسارات من دار ونكلموه ويتعاودوا يتصلوا به ونعاود نحكيو عاود نشوفوا فما فحص اخر نشوفوا، هذا في حالات نادره، انا فما حالات نادره نكون فما ورم. باهي نعاود ذكر الساده المستمعين راهو في اطار الحملات التحسيسيه لسرطان الكولون هذايا راهي فما مجانيه خاصه من الموجودين في المستوصفات اللي موجودين خاصه في ولايه القيروان، تنجم وقت اللي تشك فيها تقول لهم راهو يعملوا لك التيست هذاك ويعطوك النتيجه هذايا على مستوى وطني والحمله مازالت متواصله باش تكون عندنا لها متابعه الجماعه هذي. دكتور تنجم الضرب على كرشي معناتها هي تكون السبب في هالمصرانه الزايده ليه؟ هو فما في فما احداث تاريخيه فما حاجه يقولوا معناها فما تضرب على كرش واحد وشافوا بعض القوى، لكن ضرب على الكرش هي تجب يكون معناها تضرب الامعاء والامعاء التشخيص وقت يشبه ياسر المصانه الزايده، اما المصانه الزايده ماهيش معناها تجي واحد يكون قاعد كيما نقولوا كوتونير دون ان سيل سوران تكون هكا كيما زرقاء وصافي وبعد تقول فما وجاعه ما فماش كلي اعراض حاجه، يقول برشا يقولوا لي برشا مرضى يقولوا لي راني كليت حاجه بالك شي كليت حاجه ولا كيما قلت انت ضربه تحت عليها بسكليت حاجه، لا معناها المصنعه زايده في الحاله هذيك تكون انسداد يجب يكون معناها قلت لك جراثيم هذوما ما نعرفوش الوقت نتاعها. باهي تو دكتور خلينا نزيد نسلك مره اخرى من الاسئله اللي قاعده على الاقل وصلت لنا وقت اللي بدينا نحضروا في الموضوع هذا، تعرف تو التوندونس اللي برشا ناس قاعدين يحب يضعف من الحلول اللي قاعدين يقدموا فيها، يقول لك نحطها كلها نوع على المعده باش ما عادش ناكل برش، هذيك هل من مضاعفاتها تاثر لي على لا والا ليه دكتور؟ لا علاقه، هو هو تو بالنسبه لجراحه السمنه بالنسبه لانه معناها ركبنا منهم تقريبا عندنا 10-15 سنه لانه تو معناها لانه جاستريك ما عادش مستعمل برشا، تو اللي نعملوا فيه هما الاكثريه السليف جاستريكتومي معناها هي معناها كيما نقولوا استئصال جزء من المعده معناها يكون عمودي هكا استئصال كيما نقولوا نضيقوا فيه بالطول، دونك هذا سليف معناها سليف كيما المعده هكا ولا، وفما بيان سور الباي باس كيما كو سيركوي معناها نجيو بارتي من الامعاء كيما نقولوا نرتحوها ونمشيو كيما نقولوا الهضم يصير على ثلث على نصف الامعاء، دونك الاستوعاب معناها الماكله دونك العباد تضعف، لكن ما فماش علاقه انها فما مصرنه زايده تظهر من بعد ولا حاجه ما فما حتى علاقه دكتور ما فما حتى علاقه. هل انه العمر عنده دور كبير في عمل معناتها من عوامل الخطر الاصابه بالالتهاب هذه دكتور؟ العمر كما قلنا فما اون ترانش كما نقولوا من 5-45 عام 50-45 الفريكونس فما بيك دو فريكونس يطلع، لكن هي تنجم تجي في اي وقت دونك معناها ما جوست ان بيك دو فريكونس موجود حتى ومن بعد نجمو نضيقوه اكثر لو فري بيك اونتر 10-30 عندهم ما بين 10-30 اغلبيتها العباد تمرض به، من بعد راهو ديما نحن الابنديسيت معناها كطبيب كجراح حتى طبيب معناها طب عام ولا طب في الاستعجال والحاج ديما نخمو فيه
كما نقولوا معناها من بضعة أشهر حتى شيء معناها تقريبا سن متقدم معناها سن متقدم. به تو نعرفوا زاد الكبار اللي خاصة يبدأ عنده بعض الأمراض المزمنة، فما بعض الجهيات اللي هي تنجم تسبب المشكلة ذي في المسرانة الزايدة ولا لا دكتور؟ الأمراض المزمنة لا، معناها الأمراض المزمنة أو الدويات لا، لا. معناها ما فماش ما كونيسونس لا، معناها ما فماش دواء اللي معناها مرض مزمن ولا ناخذوا فيه دواء اللي يخلي فما التهاب في الزائدة الدودية. هذه الزائدة الدودية حاجة معناها انديبوندونت حاجة. به دكتور صحيح انه الذكور يمرضوا اكثر من النساء؟ نعم. اي فما نسبه ليجير بريدومينونس معناها ما فماش فرق كيما نقولوا معناها 11 10 11 فما كيما نقول فماش 10% 5% زايده فهمت، لكن التشخيص هو التشالنج. فما التشخيص عند المراه ديما اصعب بحكم معناها الامراض معناها الحزام كيما نقولوا جينيكولوجيك انهم العوارض يشبوا برشا وقرب لبعضهم، معناها ان فما حاجه اي في الاجعاب ولا البويضات نرجعهم ديغنوستيك ديفيرونسييل هذوما، فما تقارب برشا في المرض ما بين مسرنه زايده على اليمين واي حاجه تخص معناها البويضه والا الرحم بالنسبه للمراه. دكتور بابا مرض به ولا امي مرضت بها مع فما عامل وراثي مع دونك كان مش نمرض بها با دي تو ماش عامل وراثي بكل، معناها نحن يمكن في بالنسبه لسرطان القولون فما حاجه ممكن نجمدوا على الوراثه، اما بالنسبه مسرنه زايده لا، معناها ما فماش حتى علاقه وراثيه مثلا اخوات ولا حد في العائله ولا عائله هذه فيها اكثر مسرنه زايده لا، معناها هذه حاجه انديبندنت معناها حاجه مستقله. دكتور على الاقل خلينا نمشي بك على مستوى العالم، العادات الغذائيه اللي موجوده في كل معناتها في كل بلاد ولا في كل قاره كان عندها الاثر على ظهور المرض هذا ولا لا دكتور؟ لا ما فهمش، هو يمكن هو المال كما نقولوا المال الخشين يكون معناها يكون احسن، انا عندنا لو ريجيم ميديترانيا يحمي من برشا حاجات برشا. نحن ما شاء الله في القروان عندنا خبز القمح وعندنا زيت زيتونه وعندنا معناتها كل ما هو سلايك هذا ننصحوا به، هذا نصيحه نعساها بس توسكي قبض نجم، لكن ما ريتش فما علاقه بين المسانزل، لكن ديما نوجهوا بحكم وجودنا هنا ان نقول فما لو ريجيم ميديترانيا نبعدوا على اللحوم نبعدوا على هذا اللي خلى معناها يولي يقولون معناها ارتاح وما يمرضش بالسرطان هذا. دكتور سفيان عبد الكافي رئيس قسم جراحة النساء والرجال بالمستشفى الجامعي ابن جزار، حديثنا معك مازال متواصل فيما يخص المسرانة الزايدة. دكتور اذا ما اذا ما كانش عندكم التدخل ولا قدر الله تفرجت معناتها على يولي لي اشكاليات وشنية المضاعفات نتاعها اذا ما كانش عندكم تدخل جراحي في الوقت اللي لازم يكون موجود فيه دكتور؟ هو المضاعفات معناها المضاعفات نجم نكون معناها قد تهدد الحياه، نكون واضحين معناها اذا مسرنا زايده تتفلق فما تهديد واضح للحياه، معناها ينجم هو شنو كيما نقولوا القيح اذا يتفشى في البطن تقع تعفن معناها كامل، معناها تعفن البطن كامل وتعفن والجرثومه ثم تنجم تمشي في الدم سكون ابيلي سيبتيسيمي ولا قدر الله معناها ينجم تسبب الوفاه، لكن معناها بالتشخيص ومعناها بالرعايه الطبيه اللي نحن موجودين 24 ساعه 24 ساعه وكل يوم معناها ما فماش عياد ما فماش نخدموا 24/24 7 جور سور 7 معناها ديما اي قلق اي حاجه نحن ننتبهوا لها باش ما نوصلوش للحاله هذه، معناها التعفن في الامعاء عنده برشا اسباب وما يلزمش يكون انه مسرنا زايده تكون هي سبب التعفن هذا جينيراليزي سكون ابيلي بيريتوني جينيراليزي تعفن معناها عام للعام في البطن معناها ونجم يكون عام حتى في الدوره الدمويه وكل هذا، ليش نقول احنا نردوا بالنا مسرنا زايده ما نستسهلوهاش ما نهولوش ما نستسهلوش، لكن كيما نقولوا نكونوا معناها بروفيسيونيل معناها نكونوا امور علميه تكون واضحه. به ينجم تجعلي التهاب في الصفيق خنقول للسفيق اي بريتوان بيان سور معناها التهاب يكون لوكاليزي نكون في البلاصه هذيك في منطقه معينه هو نكون واضحين معناها كل معناها التحطب هذاك ينجم يكون معناها الكرش متيبسه هو التهاب في السفيق، يكون التهاب في البارتي هذيك على اليمين فما التهاب بدا، لكن التهاب بعد يمشي كيما نقولوا يمشي ويسرح يمشي معناها يكبر يولي سكون ابل كيما قلت لابدومين دو بوات تولي تعفن كيما معناها تولي كيما اللوح معناها تولي تيبس الكرش تيبس الكرش بكذا دونك تعفن في والتهاب الصفيق اختير دكتور بالطبع التهاب ويتطلب تدخل جراحي عاجل، تدخل جراحي الاكثر يكون بالعمليه معناها مع اسيل اوفير يكون معناها مفتوحه بالجراحه المفتوحه لتنظيف البطن وهذا معناها نعملوه وبرش حاجات تعمل هذا، لكن نحن قادرين ان نتعداو المشكله هذه ان شاء الله. دكتور تنجم توصل اذا ما داويش في وقته المسرانه الزايده الى انسداد في الامعاء؟
بالطبع هو الانسداد في الامعاء، خاطر الامعاء كما نقولوا هكا القيح تقيح هذاك باش يكون داير بالامعاء، والامعاء كما نقولوا ما يحبوش فما التهاب، فما يحبوش جراثيم، دونك سنا بين اوكلوزيون تبدا فونكسيونيل، معناها فما معناها انسداد الامعاء فونكسيونيل، انه معاش الكرش وهو الفونكسيونيل نجم يكون معناها ولي اورجانيك على خاطر فما القيح هذاك فما تولي دماله في وسط الامعاء، دونك الانسداد موجود. هيك علاش احنا فما شويه انتفاخ البطن رياكسيونيل كما نقولوا، معناها ردة فعل والمسار معناها معناها الامعاء يكونوا ردة فعل نتاعهم معنا ديما قويه، وهو نوع من التنبيه، معنا نوع حاجه واقعه كلكو بار، راهو اتونسيون فما حاجه اللي فما ردان، فما كيما نقولوا نوع من تاع القبض، فما نوع تاع قبض، مي قبض نحكيو نتاع 24 ساعه ماشي قبض مش العاده تاع العاده، هذاك يولي خلينا نخمو في فما مسرنه زايده يمكن معناها تكون تفشت في البطن قدر الله. مواصلين حديثنا معك الدكتور سفيان عبد الكافي، رئيس قسم قسم جراحه النساء والرجال بمستشفى الجامعي ابن جزار. موضوعنا معك حول مسرنه زايده باش يكون بعد الموسيقى، ونبدأ زيدا بعد بشوية ناخو معك كيفية التشخيص، كيفية العلاج، الوقاية هذا وأكثر، وتليفوناتكم بعد بشوية ما تبعدوش. أنا رجعين حداش، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ناس كل على راديو الحياة تفا سونتي 5.0. اليوم حديثنا حول زايدة الدودية، المسرنة زايدة، دكتور سفيان عبد الكافي رئيس قسم جراحة النساء والرجال بالمستشفى الجامعي ابن جزار. انغرو ميرسي لحضورك بحضينا مرة أخرى. مرحبا بك دكتور. كيفية التشخيص كيفاش تكون توا في كي يجيكم مريض للسيرفيس، عملية التشخيص كيفاش تتم؟ التشخيص هو معناها الليتاب المهمة، مهمة ديما نأكد عليها في حتى في الجامعة وحتى في السيرفيس، وكل ما تقع درس ولا حاجة كما هكا، هو معناها الانتروغاتوار. يزم يسأل الطبيب، ناخذ وقتنا، معناها ناخذ وقتنا ونقعدوا مع المريض ونسألوه الأعراض كيفاش بدات، وشنو ما الأمراض اللي عندك، عندكش أمراض مزمن، عندكش حاجة اللي نجمو يقع تفاعل انترفيرانس مع مرض مسرنة زايدة. دونك هذا مهم ياسر، نسألوه وقتاش بدات الوجع، كيفاش بدات الوجع، نلوجوا على الأعراض اللي حكينا عليهم من الأول، هاك التقيع، هاك معناها البطن، معناها انتفاخ في البطن، الوجاعة، اسكو بدات بحدا السرة، كيفاش مشات، اسكو ركعت معناها في الجانب الأيمن الأسفل. وبعد بيان سور هو ليكزامان ابدومينال، معناها ليكزامان هو الفحص، معناها الفحص البدني لتقييم الألم. التقييم الألم احنا نقيموه، تبدا معناها جوست كي تحط يدينا فما معناها ونزلوا مليح فما شويه وجع على بالباسيون بروفونس، وما فما وجع، ومن بعد فما كيما قلت انت هذاك التصلب، فما تصلب والا كيما نقول قدر الله، معناها كيما تولي كيما اللوحه تولي يبس برشا، الكرش يبس برشا، هذاك وقت تقولوا بيريتونيت، هذاك ظاهره معناها ما نستحقوش ايتاب اخرى، لكن ديما 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 ماذا بينا نعملوا فما فحوصات، معناها نتعداو فحوصات اخرى. دونك هذا ليكزامان كلينيك تعمل بكدا يتشاف، نقيسو بيان سور السخانه، نقيسها تكون موثقه، هذا يكون موجود، وبيان سور من بعد نتعداو للتحاليل. التحاليل لازم فما زوز تحاليل مهمين برشا، هي معناها الكريات البيضاء الان اف اس، معناها النوميراسيون فورمي سانغين، نشوفوا الكريات البيضاء، معناها اذا فاتوا 10,000 معناها نقولوا فما بدايه التهاب 11 فما شنو نوص حتى 18 معناها 18 فما التهاب كبير، وفما لا سي ار بي سي رياكتيف بروتين، هي معناها بروتين موجوده في الدم اللي عندها خصوصيه كبيره كيف ما يبدا فما التهاب. سي ار بي هذه تبدا طالعه، هي العاده بتاعها نيجاتيف ولا اقل من 3، فاذا تطلع فوق ال 20 25 معناها فرانشمون بوزيتيف، تكون معناها ايجابيه معناها اكثر، وقتها نقولوا فما احتمال بالطبيعه مع تشخيص الطبيب داكور دو تشخيص. هو العاده جرات ان نقولوا لو ديغنوستيك دون ابانديسيت اي كلينيك، لكن بالحكم فما برشا امراض متشابهه نتعداو ليتاب هي التصوير الطبي، معناها هذه مهمه ياسر، معناها التصوير الطبي هذا باش تزيدوا تاكدوا مع الدكتور. بالطبع التصوير الطبي هو يجعلنا ما نمشيش كيما قبل، خاطر قبل كيما هاك الدوغم، التصوير الطبي تطور ياسر ونتفاعلوا معاهم برشا، معناها الفيدباك نعملوا عمليه ونكلموهم ونقول لهم كل التصوير الطبي مهم ياسر، خاطر باش نتفاداو لي ابانديسيكتومي انوتيل. قبل كنا اونتولير تقريبا 20% على 100 مريض 80 عندهم مسرنه زايده فعليه، معناها تجيب التحليل من بعد وفما 20% لابانديس تي سان، لكن التشخيص في وقتها نحكي 20 سنه التالي 15 سنه التالي ما كانش موجود، معناها التقدم معناها في التشخيص، معناها ليماجري ميديكال التصوير الطبي. علاش بعض الحالات تو الدكتور تطلبوا فيها اختبار للحمل؟ صحيح بون كيستيون. علاش اختبار بالحمل؟ خاطر باش نرجع من بعد معناها للامراض المتشابهه، والمرض المتشابه اللي خصص معناها اللي يشبه ياسر مسرنه زايده وينجم كيما نقولوا يهدد حياه المراه هو الحباله في الاجعاب. الحباله في الاجعاب تنجم تكون حباله في الجعبه اليمين، دونك هذه حاجه معناها غير عاديه، لكن لا قدر الله ان الحباله في الاجعاب تتطور وتتفلق الجعبه ويقع نزيف داخلي، هذا نش نخافوا.
دونك هيك عشان نحن نطلبوا تبدا مراه وخاصة وجع على اليمين نفحصوا، لكن نخمو زوز نحن ديما بالتشارك مع اطباء توليد معناها النساء وتوليد. انا نقول لهم فما يفو اليميني اون اورجانس جينيكولوجيك. الجانس جينيكولوجيك هي كيما نقولوا تنجم تكون معناها تهد الحياة في السوايع اللي ممكن في حتى في النص ساعه اذا تطلع حبالة في الاجعاب ولا قدرات تكون مفلوقه. دونك نطلبوا تحليل الحمل نشوفوا البيتا سي جي هذيك اسكو معناها بوزيتيف ولا تحطنا في ثنيه اخرى، اما تنجم تكون عندها مثلا زايده تنجم تكون حبلة. دونك هذا كيما نقولوا يصعب التشخيص، لكن نطلبوها اذا فما 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 روتار معناها فما مع بالنسبه للمراه انا جي عندها وجاعه في جنب هذاك جنب اليمين نطلبوا تكون احتياطي. مي ساعات التصوير تكون كما عملنا عمليه تصوير تكون مثلا زايده وبنفس الاعراض معناتها كي تقولي بعض الامراض المتشابهه هو لا هو الاعراض الاعراض هو فما في الوجاعه لا دولور تشبه ياسر، لكن الوجع تكون اوطى شويه بحكم الحوض اوطى شويه وزمه تكون معنا حبالة انتر كان حبالة تكون حبالة على اليمين وبيان سور ما تعملش سخانه في الحباله وخاصه نجم نسالوا المراه فماشي ان روتار في العاده الشهريه نتاعها وقتها نقولوا فما اتونسيون فما يمكن فما احتمال حباله في الاجعاب. هذاك علاش نحن ديما ناخذوا راي الطبيب المختص والطبيب المختص يعمل ايكوغرافي وخاصه يطلب البيتا سي جي باش ما نبرم با باسي كوتي دون غروسيس اكستريتري. خلينا نقعد في بعض الامراض المتشابهه من الدكتور زيد تطلبوا بعض الفحوصات كما فحص الحوض خاطر تخافوا مثلا من تكيس الموبايل ينجم يكون موجود وقت اللي هو على زايدة الدودي. بالطبع بالطبع هو الباثولوجي جينيكولوجيك مع كل ما يخص نساء معناها عندنا السلبانجيت التهاب او تعفن في الاجعاب سلبانجيت هذا ما يكون موجود تكون مثلا في البويضات الكيستوفاريان فما بويضات تكبر تكون حاجه فيزيولوجيك تشبه هي خاصه عند الصغار معناها كيما نقولوا المراهقين تبدا عندهم معناها البويضات تكبر الكيس هذاك يكبر يكون فونكسيونيل ماهيش مرض اما لكن تبدا فما وجع. فما زاد اون اوتر اورجونس حاله استعجاليه اخرى هو التواء البويضه التورسيون تورسيون انكسيل التواء البويضه والاجعاب ان تنجم تكون معناها تموتك البويضه هذيك التي معناها دونك الباثولوجي جينيكولوجيك موجوده بيان سور ليكوغرافي تعاون ياسر ونوصل حتى نوصل فما في بعض الكشوفات اذا معناها ما سكاني ما دار حتى شيء نعملوا معناها كشف بالمنظار في الحالات اللي تولي عمليه باش كيما نقولوا الدياغنوستيك يكون واضح 100% وتيقع استئصال المرض كسوا جينيكولوجيك ولا كسوا معناها كنجم يكون مرض مثلا زايد. دكتور سي احمد يقول لك انا كيفاش تحبني نفرق بين الوجيعه نتاع الحجر في الكلاوي اللي هو براتيكمون قريب برشا وبين معناتها المصرانه زايده اليوم يعطيك نفس الاعراض خاصه على مستوى الوقت والوجيعه. هو في التحليل اذا ما قلناش بكري تحليل معناها النجم ونحن كي فما نشك وفما الوجيعه تشبه فما الوجيعه تشخيص توجيعه الكلاوي تقرب ياسر لكن فما تشخيص بيب انه كي نعملوا لي برون مولومبير نضربوا الكلوه بشويه من تالي هكا ولا نشوف ونعملوا تحليل تاع البوله تحليل تاع البوله اللي هو كازيمون سيستيماتيك نعملوه خاصه عند الصغار انه تحليل البوله تكون فما التهاب في شكاره البوله والا حجره كيما نقول حجره في الكلوي تكون في المجرى ولا في الكلوي لازم نلقاو التراس نتاع الدم نكتم تاع الدم هذاك اللي يحطنا ان فما يمسكونا في الاونيماتوري هو معناها موجود الدم معناها في الـ في الـ في, الـ في البول واللي يقول فما مرض معين في الـ في المسالك الكلوي او المسالك البوليه خلينا نخمو فيه لكن هو باقي يقعد تشخيص نجم نواصلوا في التحاليل وفي التعب. بيان سور الحجره في الكلوي ما تعطيكش ما فماش انسداد في المجرى ما تعطيكش سخانه بيان سور معناها هذا لازم نتوقعوا هذه كلها من الفحوصات باش نتاكدوا اللي هو عنده زايده دوديه معناتها دكتور دكتور من بعد ما عرفتوا اللي وتاكدنا انه عنده توا المصرانه الزايده هذه التدخل العلاجي نتاعكم يكون كان جراحي دكتور ولا ينجم يكون بعض الدويات هو نرجع بك شويه تالي على التشخيص هو التشخيص قلنا نحن عملنا التحليل تاع البوله تحليل تاع الدم لكن معناها فما التصوير الطبي التصوير الطبي فما ثلاثة تروا كاتر غون روجيستر فما الاشعه الصينيه لي راديولوجي ستاندار ما عادش عندها بلاصه بالكل نعملوها ما تفيدنيش برشا. بالنسبه للصغار وحتى لي زادول تعملوا ليكوغرافي الترا ساوند معناها ليكوغرافي هي الكشف بالصدى كشف بالصدى يكون طبيب مثلا يخدم في فريق طبي ولا معناها حتى في العياده نتاعو معناها يكون متمرن برشا عليها ينجم يقيس خاطر البصانه زاد يشوفها بالليكو معناها تولي عمليه ما فيهاش اشعه ارخص تكون معناها اما لكن ديما تشالنجينغ معناها اوبيراتور ديبوندون لازم يكون معناها طبيب عنده المعلومات الكل ويزم تكون زاد المصرنه في بقعتها معناها لو بلوس بوسيبل نجم تكون في بقعه اخرى لكن هذا كما نقولوا تشالنج بالنسبه لبيبي عم تصوير ولكن توا معناها 2022 ليكزامان لازم نقولوه ليكزامان
ونشكر تفاعل تولي راديولوج اللي عنا كسوا هنا في البريفي ولا كسوا عنا في السبيتار، أن أي مصرنا زيدا نشكوا فيها نسبة سكاني نوصل حتى 90% من العباد اللي نشكوا عندهم نعملهم سكاني، وسكاني يحل لنا المشكلة تقريبا 95% دو سبيسيفيسيتي، يحل لنا المشكلة يعطينا المصرنا زيدا وين شنو التاي متاع التعفن متاعها، اسكو فما مخلفات، وإلا بيان سور فماشي دياغنوستيك ديفيرونسيال معناها مرض متشابه يشابه المصرنا زيدا وتولي ما نسحقوش العملية. معناتها اللي حبيت نفهمه باش تعطيكم كامل المعلومات باش تاخذوا القرار متاع المرض شنو هو، وكي باش نشك باش نعرف شنو هو على فون شنو اللي يستنى معناها كيما كارتوغرافي كيما جي بي اس قلت اسمع نستنى في بقعتها حتى الانسيزيون نجمو نتحكموا فيها. وفما زاد معلومه اخرى نجم كي مثلا تبدا المراه الحامل، مثلا المراه الحامل نردوا بالنا المراه الحامل حتى متقدمه في الحمل، انا لورجونس لا بلوز امبورطون سي اون ابانديسيت ايغو معناها لورجونس شيرجيكال اكثر وحده معناها حاله استعجاليه تجي عندها في البطن معناها حاجه تدخل تطلب جراحي هي المساله هذه. دونك هنا نجم نوصلوا حتى نعملوا الاي ار ام للتشخيص معناها الاي ار ام باسكو ما نجموش نعملوا تعرف سكانير المراه الحامله، دونك نجم نوصلوا الاي ار ام ولكن طرفوا نتلزموا نعملوا عمليه بوغ ايفيتي ان نتعدي اكوتي دون ابانديسيت انا لازم تعمل عمليه. دونك باش نرجع بيان سور العمليه تتعمل مرأة كان قصي طريق مرأة حامل دكتور سي ان بو ديليكا تري ديليكا ويزم تكون مراقبه معناها اون هوسبيتاليز معناها نراقبوها الاكثريه ونعملوا التحاليل وديما معناها مع جينيكولوج ونشوفها ماشي حاجه يخلي علاش عندها الوجع علاش عندها سخانه اسكو مع الحبله ولا. وبيان سور تعرف انت بحكم الرحم يكبر المثانه الكولون والمثانه زايده باش يطلعوا لفوق باش يوليوا يطلعوا حتى الجانب الايمن العلوي معناها هذا ينجم مادامني حكيت على نساء هذوما قبل ما نمشي ميساج دكتور نعرفوا زيد التوا ولات درجه برشا مستعمله برشا عمليه التلقيح الاصطناعي للحمل معناتها هذا يأثر زيد اليوم في معناتها المسرانه زايده ولا تدخلكم الجراحي هذا الدكتور هو معناها الاستعمال هذه معناها الاعانه في الانجاب اللي تعطي اكثر معناها مشكله في معناها سكون لي زوفير معناها يعطيو ما بايت ما بايت ما بايت هذوما يعطيو معناها يشبه الاعراض شبه المسرانه لكن كي يعمل ليكوغرافي يشوف اللي فما برشا فعود تعمل ما كيما نقولوا بيضه واحده تعمل 4 5 6 يكثروا يكبروا يوليوا يوجعوا معناها هذا. اما تكون بيان سور المريضه والطبيب معناها باتصال مع الجراح باش كيفما الام في البطن رانا ديما الالم في البطن ديما نحتاطوا منها مش على خاطر عامله كنت تعمل في الطب تدفل الانبوب اللي هي فما حاجه والا اقول لا راهي مسانه زايده فما دونك ديما لازمك علاش نقول هيستوري تينغ مع تاخذ المعلومات كلهم الانتروغاتوار مهم ياسر التاريخ الطبي لله هي تقعد مع مريضك وتركز معاه ويعطيك المعلومات الكل اللي نقول لك راني عندي 15 يوم مشيت عملت هكا وهكا دونك فما حاجه متوقعه تقول نقول نكلم مثلا الطبيب نتاعها نقول فما عندناش معلومات نعملوا ايكو مثلا نعمل بيان سور جامي سكان في الوقت هذاك وكل دونك راهو مهمه برشا الاسئله اللي يطرحها ليك الطبيب نتاعك بصفه عامه وخاصه في الحالات الاستعجاليه خاطر هو لازم ياخذ القرار كيفيه التدخل ولازم يكون ناجح حتى بعمليه الفحوصات الكل بعد تو تاكدنا من العمليه احنا تو الدكتور واخذين المعلومات الكل التدخل نتاعكم نجم يكون بدويك هاو لازم يكون جراحي كيفاش نوعيه التدخل للعلاج الزائده الدوديه حاليا في تونس وعلميا وحتى في الانترناسيونال هي تدخل جراحي معناها لازم يكون معناها بالعمليه اكوردو العمليه الو تكون جراحه مفتوحه معناها اوبن سيرجري جراحه مفتوحه دونك بالانسيزيون معناها الجرح اللي عملوه على جنب مقابل المسانه زايده والا بالمنظار. لكن احنا كيما نقولوا نتبعوا العلم فما زاد فما في دول قاعدين يعملوا في ديزيتود معناها دراسات علميه لكن ما ننصحوش بها في تونس مازلنا ما بديناش فيها انه يعملوا تريتمون يداويو المسانه زايده بالانتيبيوتيك بدل لكن انتيبيوتيك هو علاش خاطر فما ساعات في فما تشخيص كان غلط خذا الانتيبيوتيك وبرا المريض فما في حالات ما قلنا انه عنده غاسترونتيريت عنده قلق حاجه خذا على حاجه اخرى وخذا وبرا لكن هذه معناها تكون تشكل خطر اذا ما تكونش في اطار معنى حملة ولا في إطار كيما نقولوا معنى اون اتيود راندوميزي بروسبكتيف معنى حاجة نتبع المريض دراسة تكون معناها ما فيش حتى إخلاء معناها يكون في السبيتار سكانيريز بخاطر في هذه بالانتيبيوتيك لازم تتعس عليه معناها تشوف كل لابانديسيت باش تعملها بالانتيبيوتيك ولا ما تكونش فما عنده مثلا عنده أعراض عندوش فقدان المناعة دونك قاعدين يعملوا ديزيتود فما ديزيتود مازالوا ما خرجوش لكن التوجه العام العالمي فما حذر كبير من الانتيبيوتيك هذا وذلك علاش احنا في تونس احنا ما ننصحوش به بالكل دونك جوست هذه قوسين ما بين قوسين الا ما كيما نقولوا تقعد ما يخالف علميا ذلك معناها تكون خطره بخيتو فما برشا حاجه تتداوى بالانتيبيوتيك هذا خممنا فيه لكن نعاودها وهذا التدخل الجراحي تو في تونس 100% يفو اوبيري معناها اون ابانديسيت ديغنوستيكي اذا ما تتشق معناها ما فماش ولين يجينا التاكيد نتاع الدراسه هذه دعوه للساده المستمعين هذاك علي
علاش ما تاخوشي حتى انتيبيوتيك وحدك، خاطر الانتيبيوتيك الازرق اللي خذيه جاركم طلع فعال، خاطر انت حسيت روحك بروحك ليه لا. رد بالكم راه اكبر نصيحه نعطيوها، با دوتو ميديكاسيون جامي دانتيبيوتيك معناها. وهذه كما قلت لك الدراسات هذه معناها دراسه قويه ياسر تو لي فاكتور فيها، نحن دونك ما ننصحوش بها بتاتا. والجراحه هي 100% دونك جراحه تكون مفتوحه تكون ابل هذه الجراحه بالماكبرني باستئصال. وفما زاد معناها زاد معترف به علميا جراحه بالمنظار. جراحه بالمنظار هي كي جول ستاندر معناها في الخارج، لكن ما تتكلف في تونس ما عندناش المنظار بكثره كبيره، والمنظار يتكلف ممكن تعرف بعد معناها الامور الماديه كل نجم يتكلف اكثر معناها انا حسبناها. اما لكن نقدرش نستعملوا المنظار ونستعملوا نعمل عمليه بالمنظار كي بدا عندنا مازال عندنا شك في الدياجنوستيك، معناها تشك في الدياجنوستيك مع خاصه المراه دونك نعملوا ماذا بينا نعملوا سيريو دياجنوستيك نقولوا فما 80% ابانديسيت لك تش تكون حاجه اخرى وقتها كما نقولوا مع بويضات ولا اي حاجه تتعلق بالارحام هذاك. وبيان سور اللي عنده السمنه معناها سمنه الاوبيزيتي السمنه المفرطه اللي هي علاش خاطر الجرح هذاك فما ريسك كبير تعفن. اما لكن معناها علميا ماذا بينا كان جي نجم معناها امور تقنيه وامور ماديه ماذا بينا كلهم تتعمل بالمنظار. وهذا المنصوح به معناها لي ريكومونداسيون معناها المنصوح به عالميا تعمل بالمنظار. بيه دكتور خلينا نمشينا للكاثين الله يبارك نحيتو تو المسرانه الزايد، ولكن اذا لقيتوها معناتها تفلقت المسرانه الزايد باش يكون عندكم تدخل اخر ولا بنفس الجرح بنفس العمليه في التنظيف؟ وشنو هو التدخل من بعد؟ علاش الفايده في التشخيص الاول معناها ان نعملوا عمليه كيما نقولوا بالماكبرني ومن بعد نفيقوا لي فبلا ماذا بينا التشخيص يكون من الاول اسكو نعملوا عمليه كيما نقولوا جرح ميديان هذيك العمليه لتنظيف البطن يكون تنظيف البطن من فرد هي عمليه خاطر بنج واحد وتدخل واحد وجرح واحد معناها دونك هذا. لكن ساعات معناها التشخيص ما يظهرش وكيما قلت فما ليزاج اكستريم صغير برشا ولا كبير برشا نجموا نقولوا كيما نقولوا نلقاو فما تعفن وقتها في وقتها نجموا نعملوا التدخل الجراحي معناها اون بونشونج دانسيزيون. لكن احنا ديما نتفاداو بالاكزامان كلينيك انا نشوفو مريضنا قبل والسكانر يعاون على الاخر يعني يعطيك فما اسكو تعفن كامل ولا وبيان سور مسان هو اللي يعطيك بيه. دكتور قداش مدتها العمليه ذي جينيرال؟ العمليه معناها مسنه زايد تقريبا العمليه معناها التدخل الجراحي من الانسيزيون للتسكير تقريبا نصف ساعه 20 دقيقه 45 دقيقه. نحن كما قلت والبلاس المسرانه كيما جي وشو التطور نتاعها، لكن بيان سور دخول العمليه سي اكثر من كيما نقول نحسبوا نص ساعه قبل نص ساعه تحضير ونص ساعه تفيق المريض خاطر البنج تعمل بالبنج كامل معناها يكون بنج كامل. هذاك علاش كل ما نكون تاكدنا ان فما مسرانه زايده نقولوا المريض يبدا صايم ويجي يطبيب البنج يشوفه معناها باش يتاكد اللي ما عندوش عوارض ولا حاجه تنجم تقلق الانستيزي جينيرال. ومن بعد يقعد ياخذ في كيلكو انتيبيوتيك ولا دكتور ولا صحيح؟ لا نجم اذا معناها سيت اون ابانديسيت سكون ابي سامبل معناها مسرانه زايده ما تفقدش ووقع استئصالها في الوقت وبالتنظيف بالجراحي نجم نعطيوش انتيبيوتيك. لكن معناها مالوغوزمون شفنا المده هذه بحكم الابيديمي بحكم التاخير برشا معناها سي طول معناها الواقع فما تاخير معناها اون بو اجوتي دانتيبيوتيك نسيت هذا غونغرينوس هذا فيها تعفن حاد تعفن متطور دونك نحطوها على الاقل جمعه 10 ايام سوز انتيبيوتيك. دكتور هذا متفاهمين فيه، خلينا نمشي انا معك بشكل عملي وخاصه سيادتك رئيس قسم جراحه النساء والرجال. بعض الاعراض كانت في الكورونا قريبه برشا اللي يشوف يجي يقول لك عندي سخانه هذيا في لحظه عندي وجيع في كرشي شاكين فيه، جاوك الحالات هذوما دكتور؟ بالطبع انه جاتنا معناها هو شو التدخل يكون معناها القسم والزملاء والاطباء اللي معايا كلهم ندخلوا يمشيوا للاستعجالي فما دولور ابدومينال فما الام في البطن ومن بعد وقتها نمشيو نشوفوا اسكو هذا التدخل جراحي اسكو هذه انفكسيون دونك نحن نعملوا التشخيص معناها مسينا الكرش وشفنا تشبه ياسر مسرنا زايده ولا التهاب المراره معناها هيك. لكن كي عملنا سكانير وعملنا البي سي ار ظهر اللي فما ما فماش مسرنا زايده فما كيما نقول خاصه في الموجه الاولى موجه دلتا وما شفناهاش مع الاوميكرون فيك دلتا هي كيما نقولوا سيتي مالادي سيستم معناها حسب ما فهمنا نحن دونك هو سكانير حق عاوننا ياسر والحمد لله معناها في السبيطار احنا انا بي افوار دو سكانير في وقت الموجه اللي هو التشخيص عاوننا برشا ديجا باش نعرف كيفاش نواجه المرضى وخاصه ما يقعش تدخل جراحي زايد كيما هكا. بيه دكتور شنو نصايح نجم نقدمها هنا على الاقل للساده المستمعين؟ نصيحه هو نصيحه سهله برشا اي الام في البطن ما نستسهلوهاش
اي الم في البطن ما ناخذوش دواء حد با دو ميديكاسيون باش نحيو الوجع. ماذا بينا يبدا عندنا محرار في الدار، معناها الترمومتر يبدا موجود ونقيسوا سخانه ونشوفوا رواحنا، وبالطبيعه نتصلوا باقرب طبيب، معناها كسوا في المستوصف ولا كسوا في السبيطار، عندنا تو في الجزائر ولا لا غالبه، يجي معناها يجي ونقع الفحص باش نتفاداو ان المرض هذا يتفشل لا قدر الله. فما علاقه كبيره بين المسرانة الزايدة والكرش دكتور والسمنة؟ السمنة لا 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 فهمي. أما التشخيص يولي أصعب والعملية تولي أصعب، هذه معناها المبع. أما باش تحدث معناها كسبب ما فهمش السمنة، ما فهمش حتى معناها يقعد العبد اللي عنده مثلا زايد في الميزان يدخل دون الستاتيك عادي، أما بعد هو الإشكالية كل في التشخيص، هذا مثلا الكرش ماهوش سهل، والليكوغرافي ما تعطيكش بالكل، أما سكانير يعاون على الأخر. لكن بعد بيسر عملية ماذا بينا عملها بالمنظار عجرح مش فما نوع متاع ماكلة ماذا بينا ناكلوش هنا اليوم دكتور باش ما تحيرش عليا؟ لا ما بنشوفش نقول لك فما ماكلة هذه حار حلو حاجة فحات لا، أما لكن ديما ننصح كجراح متاع الجهاز الهضمي ديما ننصح لرجيم ميديتيرانيا، نقصوا من الحمات اللحوم الحمراء، وخاصة برك الله معك كما نعاود في القروان، معناها ما عندنا الخبز القمح احنا مشهورة به، خبز قمح نيكسيلون، وعندنا سلايت وعندنا الماء وشربان الماء بيان سور وقت يمكن. دكتور بعد العملية نرجع ناكل عادي؟ بالطبع، معناها 24 ساعة 48 ساعة نبداو بريجيم ليكيد، معناها شوية كما نقولوا برودة برودو شربة حاجة جارية حاجة جارية بأقل فحات لو طون اللي مثلا كما نقولوا معناها الأمعاء ترجع تخدم عادي. آخر قوس شفته معك أنا دكتور خلي جيب خوفيت معناتها تي أن كرو ميرسي اللي حضرت بحذانا، نعرف في زونجاجمون تاع رئيس قسم ريالمون فرحان برش. بالأمراض توا الجهاز الهضمي بصفة عام، صحيح أنه من المشاكل السنتور خاصة ولا اللي قاعد يمسوا فيهم حاجة مكبوسة تنجم تكون عندها أثر بتتر على المسرانة زايدة وعلى باقي الجهاز الهضمي؟ لا لا سنتور دو معناها لا سنتور دو سيكوريتي لا، ماذا بينا نحن ديما نلوش هكا فماش اسباب فماش قلق ولا حاجه، صحيح فما ناس تلبس السنتور مده نهار كامل تتقلق وكل شيء، لكن ننصحوا لا سنتور كي تبدا محطوطه بكدا تبدا معدله العلو نتاعها باهي وكل وتبدا سنتور معناها محطوطه كيما يلزم راهو ما فما حتى قلق، وبالعكس نحن ننصحوا بها على حوادث الطرقات راهو معناها تتجنب برشا 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 حتى سنتور عاديه نتاع السروال دكتورك اللي يبدا كيف ولا علامات تلقاها مكبوسة ماذا بينا تكون لا إفراط ولا تفريط، معناها ماذا بينا يلبس حاجة عادية خاطر تكبس برشا راهو إذا مش مرتاح حتى على السيركلاسيون على كل شيء، تكون معناها تكون حامل اللباس معناها اللباس في التايل معناها نتاع الإنسان هذاك وتكون معناها ثابتة جوست بوغ لو نيسيسير. دكتور سفيان عبد الكافي رئيس قسم جراحة النساء والرجال بالمستشفى الجامعي ابن جزار، أن كرو ميرسي لحضورك بحذانا اليوم. الانتجريتي الانترفيو تلقاها شوية أخرى على الباج وفي سيل فيسبوك، نتلقاها غدو في نفس التوقيت دي سيلا بسيف يا دمى مع وضعيتكم الصحية، ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0 سانتي 5.0 مع الحايم صحتك بالدنيا.